سانتا كلوز عايش ولا ميت؟ سانتا كلوز جده لو بشعر ابيض دلع والله ولا اي حاجه. لا ميت. مات امتى؟ مات اول امبارح. حضرت العزاء؟ لا ما حضرتش، عندي امتحان. سانتا كلوز؟ لا مش عارف بصراحه. طب هو كان ساكن فين تقريبا؟ كان على اول الشارع. ايه؟ اول حاجه في امريكا. يعني انا مش عارف هو عايش ولا ميت، اعرف ساكن فين؟ متهيألي ساكن شارع السودان. يعني اخر مره شفته كان في الشارع، في شارع السودان كده. كان بيعمل ايه؟ عارف قصر الليزيه هناك؟ في كده مكان اسمه قصر الليزيه، جاب منه حلويات. ينجم على السلامه. سانتا كلوز بيمثل لك ايه؟ وات از هيز؟ نعم؟ انت ليه؟ شخصيه عظيمه. مين سانتا كلوز؟ وانت؟ بني ادم كده يعني عامل زي كيس القطن. يعني امنيه يديني كده بوكس فيه هدايا، فيه فلوس، فيه مخدرات، فيه اي حاجه نستفيد بيها. اللي هو بابا نويل. يعني بابا نويل بيمثل لي ايه؟ مش عارف بيمثل لي سنه جديده. بس ما اكدبش عليك، هو انا ما يعني ما التقيتش بيه غير مره واحده، وكنت ماشي في الشارع بالصدفه واداني هديه كده على السريع. يعني قالك ايه؟ لا هو اداني كولمان صغير. كولمان هديه. مين؟ سانتا كلوز. كلوز بتاع الباير. بتاع الباير؟ لا ده جامد قوي. شفت الجونين اللي جابهم؟ جاب هاتريك ورب الكعبه. روبن ليه شارع ماشي فيه الواد هاري كين خرب الدنيا. ما تسالوش بقى في الفانتازي جايب لي 17 نقطه قسما بالله. ما تسالوش اسئله محرجه بعد اذنك. مين ده؟ سانتا كلوز. ما اعرفوش. عارف بابا نويل؟ لا بابا نويل اعرفه. اخوه ماله بقى؟ هو ده سانتا كلوز بيمثل لك ايه بقى؟ ما اعرفوش، ما عنديش فكره عن اي معلومه عنه. سانتا كلوز؟ مين سانتا كلوز؟ سانتا كلوز هو بابا نويل بتاع الهدايا. ثانيه واحده بص، ممكن تسمعني؟ بيلبس احمر؟ لا بخطين حم؟ أيوة. لا مش الزمان. ايه الحاجة اللي انت بتتمناها في 2017؟ اتمنى ايه في 2017؟ اتمنى تبقى سنة سعيدة. اصلا مش هتبقى سعيدة لانها خلصت. ايفون مثلا؟ انا معايا ايفون بس انا عايز ايفون بقى. الاحدث بقى. بالظبط. طب ما تفكر في حاجة مش معاك. بص يا سفيان ركز بس، الجنسية جت، هتقدر تسافر تعمل كتمنص، تنزل تشتري عربية وتعمل مشروع واجيبك تشتغل في القناة اللي انا هعملها. عادي جدا. هطلع في الاعلانات اللي انت هتعملها في القناة. ده بيتكلم كلام. لا طبعا انا يا ابني دارس بره وجوه. الثقافه الالماني العاليه. نفسي ابويا ما يجيش ينام جنبي. انا اسالك سؤال بما ان وصل له رساله، بعد اذنك ما تنامش جنبي، انا نفسي يعني الاوضه لوحدي. اجيب عربيه بي ام. حصلت. ومنيتك في 2018؟ اجيب العربيه بي ام. استش؟ لا لا ربنا يعينك. لسه احنا من حاجه بقى في كاس العالم. احنا مين؟ مصريين. انت مش مصري؟ لا. مش مصري؟ يهودي بقى. انا من الهرم. من الهرم؟ انت الهرم ديش تبع مصر. طياره بجو 7 راكب. والله نفسي في الطياره دي قوي. كان نفسك تقول ايه لمين وما قلتوش؟ ليه ما قلتوش وهو ايه؟ اقول لمين وما قلتش ايه وهو لمين بالظبط. طب ما تخلي واحده واحده معايا. نفسك تقول ايه لمين؟ نفسي اقول ايه لمين؟ اقول لك تقول للناس اللي في المعهد دول يبقوا حنينين علينا. ما قلتلهمش ليه؟ ما لقيتش حد. والله بتاع والله العظيم بتاع اللجنه النهارده كان بيغفلني، بيجي مثلا من ورايا يقول لي يا عم عادي طلع اللي معاك وبتاع. عامله جميله يا ويوم لافف من الناحيه التانية وجاي يقفشهم مني.